قالوا فيها كتير وألفوا عنها أكتر، في اللي عرفها وفي اللي وصفها وفي اللي قال عمري ما سمعت عنها. باركور ده ساندويتش كيف كنتاكي؟ ده نوع من أنواع البرقوق؟ لا لا ده جيل ده ولا إيه؟ ما بصراحة مش عارفة عنه أي حاجة. لا يا فندم معرفش. لعبة رياضية تقريبا. كل ده نوع من أنواع الشربات نادر جديد لانج 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 من أمريكا. لا ما سمعتش عنه قبل كده. ايه الباركور ده؟ ولا سجاير يعني مش فاهم. الفكرة ابتدت انا كنت ابتديت اتدرب مع مدرب فردي اسمه محمد تايجر، قعدت معاه لمدة سنة تقريبا لحد ما ابتديت ابقى كويس جدا، يعني الحمد لله ابدا اخد الخبرة الكويسة في الاول دور وفي الباركور عامة. الفكرة كان الاول مش موجودة او مش مطروحة لحد ما سافرت برنامج ارض الخوف، وقعدت في الارجنتين وقابلت ناس هناك كتير وقابلت ناس بيلعبوا باركور وبتاع. فلما رجعت كان كم كبير جدا من المشاهدين شافوا ايه، شافوا الباركور، شافوني وانا بلعب باركور وشافوا ايه الرياضه دي، بداوا يسالوني، بدا ناس كتير توصل لي وتسالني ايه الرياضه دي عشان اقدر اكون فريق ممكن من ثلاثة عدد كويس. والرياضه عامه عشان انا يعني اللي بيحدد الانسان هو فكره، لكن ربنا مدينا طاقات ملهاش نهايه، للاسف ملهاش اتحاد هنا في مصر، بس ليها اتحادات، الاتحاد في دول بره، وحتى في على المستوى الخليج في اتحاد في الكويت، واعتقد ان بيسعوا دلوقتي في البحرين عشان يعملوا لنا اتحاد، لكن للاسف هنا مصر صعوبات كبيره شويه. بالنسبه للباركور انا عرفتها من فيلم اسمه ذا 13th ديستريكت او بي 13، هو فيلم فرنش اصلا كله بيتكلم على الباركور. لما شفته بدات احاول ادور اكتر ايه اللعبه دي وهم ايه اللي بيعملوه، هو ده بجد ولا دي ستونتس بس بتتعمل في الفيلم؟ يعني بقالي حوالي 5 شهور 6 شهور بلعب باركور، ان انا بحب الحاجات بتاعه الجامب والحاجات اللي فيها ريسكات كتير، بس فانا بحب الحاجات دي قوي. في اماكن كتير قوي، في شيراتون مثلا، في الرحاب، وفي في مايو، دول الاوت دور، والان دور بيبقى في مدينه نصر. صدقني صعب جدا اليومين دول تلقى الاختيار انك تعيش عدو طبيعي وانك تبقى من احرار، حد متأثر بغيره، حد تاني ده دليله، حد غيرهم بضميره. صعب جدا في حد عاش بيحلم طول حياته ياخد قرار، كان يستنى رأي غيره، كان يتوه في الناس يحتار، خد في حياته كارت احمر طرده بره بدون انذار، يا ما حاول يرجع تاني ومحدش قابل له اعذار. وده شاب تاني برضه زيه فكر يوم في الاختيار، حس بنار الغير بتاكله، فكر برضه في انهيار، مد ايده كان بيسرق كارت اصفر للقرار، خوفه اداله كارت احمر راح على صف الانتظار، خد معاه نفس الكارت يوم ما تقابله في حاره، سد يوم عكسه الاختيار والانهيار اصبح دمار، يوم هبله الانتظار وكان ساعتها ده القرار. صدقني صعب جدا اليومين دول
تلقى الاختيار. صدقني صعب جدا اليومين دول تلقى الاختيار انك تعيش عدل طبيعي وانك تبقى من الاحرار. حد متاثر بغيره, حد تاني ده دليله, حد غيرهم ما بضميره. صعب جدا صدقني صعب جدا اليومين دول تلقى الاختيار انك تعيش عدل طبيعي وانك تبقى من الاحرار. حد متاثر بغيره, حد تاني ده دليله, حد غيرهم ما بضميره. صعب جدا صقور عالفريسه بتلف وتدور, هل من مبالغ من اللي عليه دور ينزل لهنا قدامي ويكشف المسطور اللي شفته من فوق مستخبي من زمان. عيب عليك يا صاحبي, ده انا في الطيران باتمان, لو بصيت لي في الحقيقه انا اخويا سوبر مان سبايدر مان. متربي معايا في نفس الحته, انا علمت عليه في الجو وكل حته. لو تعرف يوم تشوفني ابقى امسكني لو قدرت, لو حطيتني معاك فرهون اعمل حسابك انك خسرت. الغريب انا شايفك عادي وانت شايفني بالشلوب, شوفني تعرف الحقيقه تلقى اليوم عندك مقلوب. اي حاجه تقف قدامي لازم اشيلها بالاسكيكا, مش هتقولوا المجانين مجانين طب هنوقف المزيكا. صدقني اسمعني لازم تفهمني, مفيش حلاوة من غيرنا. صدقني صعب جدا اليومين دول تلقى الاختيار, حد متأثر بغيره, حد تاني ده دليله, حد غيرهم الضمير. وصعب جدا صدقني صعب جدا اليومين دول تلقى الاختيار انك تعيش عدل طبيعي وانك تبقى من الاحرار. حد متأثر بغيره, حد تاني ده دليله, حد غيرهم الضمير. صعب جدا مجانين يا البوس كابوس حودمان شعراوي مجانين كده خصت الحدوتة ياه. مجانين هما دول مجانين, هما دول مجانين ياه. ليك المجانين